بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. المهم أنا كدرت الفيديو قبل من هذا وما تكلمت على واحد النقطة اللي مهمة جدا بالنسبة للناس اللي كاينين هنا في إيطاليا وختامين والأمور ديالهم غادية مزيانة، ولكن كاين واحد النقطة اللي بغيت نتكلم ليها وأنا عارفها مدة طويلة هذه وأنا بغي ندير الفيديو عليها، ولكن تصادفت معها شي 3 ايام هذه في البوليكلينيك يعني في برونتا سوكورسو. نتمنى الدعوه ديالكم بالشفاء. علاش بغيت نتكلم هذه النقطه هذه؟ لانني طحت في هذاك الموقف اللي كنت كنقولها خصني ندوي عليه، خصني نقدم شروحات عليه، خصني نوضح واحد المساله، ولكن جات الفرصه هي هذه انني نسيتها قبل ما ندير الفيديو الاول، ودابا غادي نقولها لكم وندير لكم هذا الفيديو هذا مختصر ان شاء الله باذن الله. المساله كتعلق بانه كيفاش الانسان عايش هنا في ايطاليا وخدام وكيكون ما عندوش ريزيدنس، ما عندوش سكنه، يعني انت خدام ما عندكش شهاده العمل شهاده السكنه عفوا، يعني ما عندكش ريزيدنس وما عند يعني كيقول لك ما يحقلكش دير طبيب الا ما عندكش شهاده السكنه. واخا انا المساله هذيك تعرف ان طريقه كيفاش انك يمكن لك دير طبيب ديالك خاص وخا ما عندكش السكنه، وكنت باغي ندير عليها فيديو واليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ولكن حتى الوقت ما كيسمحش. وهادي لهذا هذه هي الفرصه انني غادي نتكلم عليها. نهار الاربعاء اللي فات مشيت للبرونتو سكورسو حيتاش كطحت في على يديا ويعني وضرتني بزاف وما كنتش كنضر معني نتهرس، ولكن الحمد لله لطف الله. المهم واخا انها تشقات لي يديا ولكن الحمد لله على كل حال. نتمنى الدعوات ديالكم. كنت صادف بانه واحد الاخ يعني وقع له خدام اما مع كوبراتيفا ولا اجنسيه ما عرفتش بالضبط مع من خدام. المهم النقطه اللي بغيت نتكلم عليها هو انه قالوا لي خصك تمشي عند الطبيب الخاص ديالك، انت عيان وهادي خصك تمشي عند الطبيب ديالك. هو كيقول لهم انا ما عنديش الطبيب ديالي، يعني من حقي انني نجي برونتو سوكورسو. قالوا لي لا خصك ضروري تكون عندك الطبيب ديالك هذيك، ولكن هو ما عارفش قال لك انا ما عنديش الريزيدنسا باش انني يكون عندي طبيب خاص، ولكن الطبيب الخاص ما كيقتصرش على الريزيدنسا. سولته انا قلت ليه واش انت خدام وعندك كونترا ديال الخدمه؟ قال لك اه انا خدام وعندي كونترا ديال الخدمه وعندي كونترا الخدمه ديال ديمن، فما بالك الناس اللي ما عندهمش كونترا ديال ديمن شنو الطريقه اللي غادي يديروا؟ الطريقة هو أنه من حقك يكون عندك الطبيب ديالك، سواء ما عندكش شهادة السكنة أو لا عندك كونترا ديال الخدمة خدام وعندك كونترا ديال الخدمة ديال 6 شهور ولا عام ولا عامين، راه من حقك التغطية الصحية. علاش من حقك التغطية الصحية؟ أنت خدام وكيقطعوا لك الضرائب، كيقطعوا لك الكونتريبوتي، راه يعني ديك الكونتريبوتي هذيك اللي كيقطعوهم لك حتى هما داخلين في المجال الصحي، يعني كيقطعوا لك وكتخلص ضرائب ديالك، يعني من حقك الصحة. في البرونتو سوكورسو غادي يستقبلوك، ولكن ضروري يكون عندك الطبيب ديالك غيستقبلوك، لأن اللحظة باش غادي تمرض البرونتو سوكورسو ما غاديش يعطيك شهادة طبية باش تجلس في الدار التعالج وترجع للخدمة. وبهذه الطريقة هذه غادي تفقد الخدمة ديالك. لهذا أنا غادي نوضح لكم المسألة كيفاش دايرة. المسألة هو أنه مادام عندك كونترا ديال العمل كتصل ب سبورتيلو اونيكو هو اللي كيعطيك الطبيب الخاص بك. غادي يقولوا لك لا خصك شهاده السكنه، وهادي غتقول لهم لا انا خصني طبيب ومن حقي ندير الطبيب. لهذا غادي تاخذ تصل بهم في التليفون حاليا، ما يمكنش لك تمشي عندهم، ولكن غادي تمشي تصل بهم وغادي يعطيوك موعد وشنو هما الوراق اللي خصك دي معاك. لحظه باش غيقول لك انت ما عندكش ريزيدنس ما غاديش نعطيوك الطبيب، غتقول لهم انا خدام. الا قال لك شي يعني بدا كيتجادل معاك هذا، يقول لي شوف انا بغيت الميديكو دي لافورو. الميديكو دي لافورو يعني الطبيب ديال العمل، هو انني خدام، غادي يعملوا لك الدوماندا على حساب انك خدام، والطبيب من حقك في هذا الطبيب هذا لانك خدام، ماشي ضروري انه تكون عندك ريزيدنس. غدي معاك كونترا ديال الخدمه اولا بوست باغا ديال الخدمه، وغدي معاك الوراق ديالك كوديشي فيسكالي اولا بيرميسو دي سيجورنو كارتا، ولكن ضروري دي معاك الكوديشي فيسكالي
و دوكومنت يعني كارت انت او لا بيرميسو. لهذا انت من حقك انه يكون عندك طبيب خاص ديالك لانك خدام، عندك الحق، ماشي ضروري تكون بالضروره تكون عندك شهاده السكنه، يعني هذاك يكون ديال العائله خصك يكون عندك شهاده السكنه. ولكن واحد الشخص بوحده وما خدام وخدام وما عندوش السكنه، ساكنه مع الدراري صحابو في بوسليتو، هادي راه من حقه يكون عنده طبيب خاص به. علاش؟ لانه اللحظه يقدر يمرض، يقدر يتصاب في العمل، الله يحفظ، ما نبغيو حتى شي واحد يتصاب. لهذا خصو يكون عندك طبيب خاص بك. هذا هو الموضوع. ولكن النقطة اللي أساسية في هذا الموضوع هذا هو أنه نتمنى من الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا ينشروه على أقدر مستطاع، خصوصا في إيطاليا، باش الناس اللي ما عارفينش هذه المسألة هذه. أنا كنت كنقول ربما يكون الناس عارفينها، ولكن ملي طحت في الموقف ديال الأخ اللي كان في المستعجلات وما لقاش كيفاش يدير، كيقول لي سير عند الطبيب ديالك هو اللي غادي يعطيك الورقه ديال الطبيب باش انك تريح ودير المراتيه او لا. هذه قررت انني ندير هذا الفيديو هذا، ولكن انا درت اللي عليا والباقي عليكم نتوما. نشروا هذا الفيديو هذا باش انه يوصل للناس اللي ما عرفاش هذه المعلومه هذه واللي ما عرفاش هذه النقطه هذه. ما خصناش نكونوا دائما المعلومه نكونوا عارفينها وما نقولوهاش وما نخبيوهاش. انا اللي عارف معلومه وصيفتها ليا وبغاني نحطها في الفيديو او القناه راه غادي نحطها. انا هذه القناه هذه درتها ماشي يعني مبتغى ديالها بانني نولي مشهور او لا يكون عندي واحد المدخول منها، ولا انا والله ما كنت قصد بان يكون عندي واحد المدخول منها. انا درتها لاسباب اللي خلاتني نديرها، هما انهم من الناس اللي كيستغلوا الجاليه المقيمه هنا في ايطاليا. لهذا درت انا هذه القناه هذه. نتمنى انكم تساعدوا هذه القناه هذه باش انها توصل المعلومات كما كتوصل لكم المعلومه، توصلوها حتى نتوما باي طريق، على الفيسبوك، في الواتساب، الطريقه اللي تريحكم وصلوها المعلومه، ما تبقاش محجوزه عندك باش يستفد منها واحد اخر. حتى لو كانوا الناس اجانب وكنتي قادر تشرح لهم، فرج في الفيديو وشرحوا لهم وقول لهم بان راه من حقك انه يكون، وكاينين حقوق اللي الناس ضايعه فيهم بزاف والناس كتنشرهم ولكن كتستافد منهم ولكن ما كتفيدش وحدين اخرين. لهذا نتمنى ان المعلومه تكون وصلاتكم وتكونوا استفدتوا منها. القاكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.